تعرضت عدة مدن إيطالية للغرق بسبب الفيضانات العارمة التي ضربت البلاد. في البداية بدأت الكارثة في دولة الجزائر، حيث ضربت البلاد سلسلة من الفيضانات المدمرة التي أدت إلى حالة من الفوضى والفزع على مستوى البلاد. وقد تسببت الفيضانات في مقتل ما يقارب 5 أشخاص، بالإضافة إلى تدمير العديد من الأحياء السكنية ومحتوياتها بسبب المياه، ونزوح 10,000 من السكان من منازلهم. وفي الوقت الحالي، تعمل السلطات الجزائرية على اتخاذ التدابير اللازمة والفورية لمساعدة المنكوبين بالفيضانات. وبالانتقال إلى إيطاليا، تعرضت البلاد لسلسلة من الفيضانات القاسية، حيث تعرضت عدة مدن للغرق بسبب الفيضانات العارمة التي ضربت البلاد. وأفادت وسائل الإعلام الإيطالية بأن حصيلة ضحايا الفيضانات في شمال البلاد قد ارتفعت إلى 20 شخصاً، وهي حصيلة مأساوية للغاية. وأعلنت وكالة الأنباء الأوروبية أن عدد الضحايا ارتفع بعد اكتشاف قوات الدرك جثة أناس كانوا مفقودين في مدينة لوغو، وهي إحدى أكثر المناطق تضرراً بسبب الفيضانات في مقاطعة إيميليا رومانيا. شهدت إيطاليا مصيراً مروعاً على يد تلك الفيضانات الجارفة، حيث تسببت في دمار هائل على مستوى البلاد، فقد غمرت المنازل بالمياه، وتحطمت الشوارع، وانقطع التيار الكهربائي عن الكثير من المواطنين، فالأمطار الغزيرة أغلقت العديد من الطرق، وغمرت مياه الفيضانات السيارات وجرفت كل شيء في طريقها. ولم تتوقف الآثار السلبية للفيضانات عند هذا الحد فقط، بل امتدت إلى الاقتصاد المحلي والبنية التحتية في المناطق المتضررة، حيث تسببت الفيضانات في أضرار جسيمة للغاية، مما أثر بشكل كبير على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المتضررة. وقد بلغ عدد البلدات المتضررة حوالي 42 بلدة، وأجبرت الفيضانات حوالي 23,000 شخص على النزوح من منازلهم، ولا يزال حوالي 30,000 شخص يعيشون في منازل بدون كهرباء حتى الآن. ولم تتوقف الأمطار الغزيرة عند ذلك، حيث تسببت في فيضانات أخرى في 20 نهراً، وغمرت الشوارع والمنازل وأحدثت اضطراباً في حركة القطارات. وقد حذرت السلطات الإيطالية المواطنين بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة والفورية والابتعاد عن مياه الفيضانات، لتفادي أي خسائر بشرية محتملة لحين انتهاء تلك الأزمة المدمرة. وفي حادثة أخرى، شهدت إسبانيا اندلاع حرائق عنيفة أدت إلى تدمير مساحات واسعة من الغابات والمحاصيل الزراعية، وانتشار النيران بسرعة فائقة لتصل إلى الأحياء السكنية. وبالتالي، قامت السلطات الإسبانية بالعمل بجد لإخماد الحرائق وحماية السكان والممتلكات، وعمل أكثر من 600 رجل إطفاء وإنقاذ، جاهدين للسيطرة على الحرائق العنيفة ومنع انتشارها. ورغم ذلك، فإن حجم الحرائق كان كبيراً جداً، إذ امتدت المساحة التي تأثرت بها الحرائق لحوالي 85,000 هكتار، وتسبب الحريق في وفاة حوالي 10 أشخاص، مما يجعل هذه الحرائق واحدة من أكبر الكوارث الطبيعية التي شهدتها إسبانيا في السنوات الأخيرة. وقد أجلت السلطات المحلية حوالي 700 شخص من 4 بلدات صغيرة في غرب إسبانيا، خوفاً من وصول الحرائق إليهم وتأثيرها الخطير عليهم. وكانت هذه البلدات تحت تهديد مباشر من الحرائق الهائلة التي تنامت بسرعة فائقة، وهو ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات وقائية حاسمة لحماية حياة السكان وممتلكاتهم. إن هذه الأحداث المأساوية تذكرنا بأن الطبيعة على قدرة عالية من القوة والتحكم، وعندما تقرر الإفراط في عرض قوتها، فإن النتائج يمكن أن تكون كارثية. ومن جانب آخر، فقد شهدت إسبانيا استمرار عاصفة دانا التي تسببت في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات عاتية، حيث تحولت الشوارع إلى أنهار جارية بين الأحياء السكنية والمنازل والشوارع. ورغم أن العواصف لم تتجاوز الحدود الطبيعية، فقد تسببت في تدمير البنية التحتية للمنطقة، مع تعرض السيارات للدمار وحدوث انهيارات أرضية وسقوط الأشجار. ورغم جهود فرق الإنقاذ في المناطق المتضررة، فإن أعداد الضحايا لا تزال ترتفع، حيث وصل عدد القتلى جراء الفيضانات إلى 4 أشخاص، فيما هناك العديد من المواطنين الذين تقطعت بهم السبل داخل المناطق المنكوبة. وتظهر اللقطات المصورة والتقارير الإخبارية أن المياه غمرت المنازل والشركات والأحياء السكنية، وجرفت السيارات وعزلت الناس والحيوانات داخل مناطق الفيضانات المأساوية. وأشارت وسائل الإعلام الإسبانية إلى أن عاصفة دانا قد تسببت في أسوأ حالة طقس في تاريخ المنطقة،
حيث أحدثت خسائر كبيرة وأضرار جسيمة في مختلف المناطق المتضررة، مما تسبب في توقف الحياة. وتواصل الحكومة والجهات المعنية في حالة تأهب والاستعداد لمواجهة الأحداث، وتجري عمليات تقييم الأضرار والتصليحات اللازمة لإعادة الحياة إلى طبيعتها. وعندما نتحدث عن آخر تطورات الأوضاع في تركيا، فقد حذر العالم الهولندي مجدداً من وقوع زلزال مدمر في الدول العربية والشرق الأوسط، ويدعو الناس للتأهب في الأيام المقبلة والاستعداد لما هو أسوأ. ويتوقع أن يشمل مركز الزلزال الجديد تركيا وأجزاء من سوريا والعراق ولبنان ومصر، بالإضافة إلى تهديد تسونامي مدمر في تلك الدول. ويتنبأ خبير تركي بحدوث 4 زلازل قوية في وقت واحد، فيما تحذر صحيفة تركية من وقوع زلزال كبير في إسطنبول، وتؤكد أن ما حدث في تركيا وسوريا كان البداية فقط. ويتزايد القلق بشأن حدوث كوارث طبيعية في العام 2023، حيث يتوقع العلماء حدوث العديد من الزلازل والفيضانات والأعاصير في جميع أنحاء العالم، ولا يوجد تفسير منطقي لكل تلك الأحداث المتتالية. ويثير العالم الهولندي الجدل مرة أخرى بعدما تنبأ بوقوع زلزال جديد سيكون هائلاً ومدمراً، وأثبت دقته في توقعاته السابقة بحدوث زلازل في تركيا وسوريا ومالاطيا، مما يزيد من الخوف والرعب حيال ما قد يحدث في المستقبل. وتشير توقعات العالم الهولندي إلى أن الزلازل التي تستهدف منطقة البحر المتوسط تمهد الطريق لحدوث تسونامي ضخم لم يشهده العالم من قبل، مما يهدد بتدمير وغرق العديد من المدن الساحلية، ويشبه ما حدث في تسونامي اليابان. وهذا يعد دليلاً على أن عام 2023 سيكون الأكثر رعباً وتدميراً في تاريخ البشرية من حيث الكوارث الطبيعية. في هذا العام شهد العالم العديد من الكوارث الطبيعية التي أثرت على الدول والمجتمعات في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال، في بداية العام قد شهدت الفلبين إعصاراً قوياً يدعى أوده، مما تسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية وخسائر بشرية ومادية كبيرة في البلاد. وفي نفس العام تعرضت الصين لفيضانات هائلة في مقاطعة هوبي وجزر الصين الجنوبية، مما أدى إلى وفاة العديد من الأشخاص وتشريد الآلاف من المدنيين. وبالإضافة إلى ذلك، شهدت بعض الدول اندلاع حرائق غابات خطيرة مثل حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أتت على مساحات شاسعة من الغابات، مما تسببت في خسائر كبيرة للحياة البرية والبيئة. وبينما ندعو للمتضررين ونشعر بحزنهم وألمهم، يجب علينا أيضاً النظر في الدور الذي نلعبه كأفراد في المحافظة على كوكبنا ومواجهة التغيرات المناخية. فالأمطار الغزيرة والفيضانات العاتية والحرائق والعواصف ليست سوى جزء من التغيرات المناخية التي نشهدها في الوقت الحالي، والتي يتعين علينا جميعاً العمل على مواجهتها. وإذا كانت هذه الأحداث المأساوية قد تسببت في دمار كبير، فإنها تؤكد على ضرورة أن نصبح أكثر حذراً وتحركاً في مواجهة تلك التحديات التي تواجهنا.